السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي المتدربين الأعزاء في المستوى الرابع من دبلوم السلامة والصحة المهنية بالمعهد العالي لسلامة المشاريع أوشا. كنا في آخر محاضرة من مادة مهارات الاتصال في السلامة، قد تكلمنا عن معوقات عملية الاتصال بعد أن تعرفنا على طرق الاتصال وأنواعه وأشكاله ووسائله. بدأنا نتكلم عن معوقات الاتصال، الأشياء التي تعيق عملية الاتصال أو عملية التواصل وتحول بينها وبين الوصول إلى الغايات المرجوة من عملية التواصل. وبدأنا في آخر محاضرة الحديث عن هذه المعوقات، وتكلمنا عن المعوقات الشخصية، وذكرنا مختلف أنواع المعوقات الشخصية التي قد تكون في المرسل وأحياناً قد تكون في المستقبل، والتي من شأنها أن تقلل من كفاءة عملية الاتصال، بل من شأنها أن تفشل عملية الاتصال بالكامل. وعرجنا في الكلام عن نافذة جوهاري لتحليل الشخصية حتى يستطيع كل واحد منا أن يتعرف على المناطق الأربعة داخل ذاته، وكذلك يتنبأ بهذه المناطق عند الطرف الآخر. وذكرنا أن كل واحد مننا يريد أنه يكون صاحب مهارات اتصال فعالة، لابد أن يعني يضخم ويكبر من مساحة المنطقة المفتوحة، ويستكشف ما في داخله من منطقة عمياء لا يدري عنها ويطور منها، وفي نفس الوقت يحاول يقلل قدر الإمكان من المناطق الخفية ومناطق الأسرار والمناطق المجهولة التي لا يعلم عنها هو شيئا ولا يعلم كذلك الآخرون عنها شيئا. وأحيانا تظهر هذه المناطق في أوقات الشدة وأوقات الأوقات العصيبة. اليوم إن شاء الله سنتكلم في نفس المحور وفي نفس السياق، سياق المعوقات الشخصية في عملية الاتصال. سنتكلم عن مواصفات مسؤول السلامة التي يمكن أن تساعد بشكل فعال جدا في عملية فعالية الاتصال ما بينه وما بين زملائه في العمل وما بين العاملين وما بين إدارته في العمل. فهنالك العديد من المواصفات اللي هي تسمى السيفتي ستاف كواليتيز، مواصفات مسؤولي السلامة أو مواصفات موظفي السلامة. ما هي المواصفات التي ينبغي وأحياناً يجب أن يتمتع بها مشرف السلامة ومدير السلامة ومهندس السلامة حتى تساعدهم في تأدية مهامهم على الوجه الأكمل؟ لا بد أولاً أن يكون مشرف السلامة مهتماً. ما ينفع تكون مشرف السلامة وتكون غير مكترف أو يعني تتجاهل كثير من الأمور المتعلقة بالأشخاص أو المتعلقة بالعمل. فواحدة من أهم صفات مشرف السلامة إظهار الاهتمام، لأنه دورك أساساً يعني روح وظيفتك الاهتمام، روح وظيفتك هي الاهتمام بسلامة الآخرين والاهتمام بصحة الآخرين والاهتمام بسلامة المعدات وبتواصل العمل والحفاظ على البيئة. فروح عملك الاهتمام، فلا بد من إظهار الاهتمام بالآخرين حتى يساعدك ذلك في فعالية التواصل ما بينك وما بينهم. أظهر الاهتمام، أظهر الاهتمام الحقيقي بالآخرين حتى يعني تخلق نوع من الجسر العاطفي ما بينك وما بينهم. فالذكاء العاطفي واحد من الأدوات التي تساعد في فعالية الاتصال أو في إنجاح عملية الاتصال بشكل كبير جدا. طيب، من الصفات أو من المواصفات المهمة جدا أيضا التي يجب أن يتحلى بها مشرف السلامة هي مسألة كسب الاحترام. كسب الاحترام سواء من قبل العمال أو المستويات الإدارية اللي أقل منه أو من قبل الإدارة العليا، الإدارة التي يرفع إليها التقارير. فلا بد أن يكون مشرف السلامة محترما من قبل الجميع، لأنه
فيما يتعلق بالعاملين هو عبارة عن مرشد إن صح التعبير، ومدرب، وشخص كثير المتابعة والمراقبة والتوجيه. فلا بد لكي تكون توجيهاتك محل الثقة ومحل الاحترام ومحل التنفيذ أن تكون أنت في نفسك محترما عندهم. ونفس الشيء بالنسبة لي الإدارة العليا، لا بد أن تكتسب احترام الإدارة العليا، وذلك بنظامك وبالتزامك وبمهنيتك العالية في أداء المهام الموكلة إليك. فكسب الاحترام واحد من الأشياء والمواصفات المهمة جدا التي يجب على مشرف السلامة أنه يتحلى بالقدر الوافر منها. كذلك واحدة من المواصفات الضرورية والمهمة جدا والتي يجب أن يتحلى بها مشرف السلامة مسألة القدوة. لا بد من إظهار القدوة، لا بد أن يرى فيك العاملون ما تقوم بتوجيهه إليهم من تعليمات وتوجيهات تتعلق بالسلامة. فلا بد من إظهار القدوة في التقيد باشتراطات السلامة، والتقيد بإجراءات السلامة، التقيد بارتداء معدات ومهمات الحماية الشخصية في مكان العمل، حتى يستجيب العاملون لتعليماتك ولإرشاداتك ولنصائحك ودوراتك التدريبية. فإظهار القدوة شيء مهم جدا عند مشرف السلامة حتى ييسر الهوى ما بينه وما بين العاملين، ويسهل عليهم الاستجابة لأوامره لتعليماته ولنصائحه. كذلك واحدة من أهم مواصفات مسؤولي السلامة مسألة الدعم، تقديم الدعم. لا بد أن يكون مشرف السلامة شخصا داعما وشخصا متعاونا مع الآخرين حتى يشعروا بألفة ما بينهم وما بينه. في كثير من أماكن العمل، ولعلي أنا رأيت ذلك في بعض الشركات وبعض المشاريع، كثير من العاملين ينظر إلى مشرف السلامة إلى أنه شخص يعني مرتاح ودائما في طول اليوم لابس ملابس أنيقة ونظيفة، ولا يتعرض لأي نوع من أنواع الأعمال الشاقة، ولا يتعرض لحر الشمس، ولا يتعرض للهيب المعدات وزيوتها والأوساخ التي تنتج منها، بل هو شخص فقط مهمة إيقاف العمل متى ما بدأ له ذلك. بعض الناس ينظر إلى مشرف السلامة بهذه الصورة لأنه أحياناً يكون فاصل نفسه تماماً عن العاملين إلا في سبيل توجيه الأوامر وعقد الاجتماعات والدورات التدريبية المصغرة. لكن نادراً ما تجد مثلاً يظهر الدعم والمساندة حتى لو بشكل بسيط. لو وجد عامل يحمل حملاً مثلاً بشكل يدوي، لو بادر بمساعدته في نقل هذا الحمل من مكان إلى مكان، سيكون لذلك مردود كبير جدا في نفسية العاملين، وسيخلق نوع كبير جدا من الألفة ما بين مشرف السلامة وما بين العاملين، الشيء الذي سينعكس بشكل إيجابي كبير جدا على مسألة التعاطي والاستجابة لكل ما يصدر عن مشرف السلامة من أوامر ومن تعليمات، لأنه أنت يعني مارست القدوة معهم ومارست الدعم مع هؤلاء العاملين، وبالتالي ستكون أوامرك محل الاستجابة ومحل القبول من قبل العاملين. فتقديم الدعم واحدة من أهم المواصفات التي ينبغي على مشرف السلامة أنه يتحلى بها ويتمتع بها. كذلك واحدة من أهم مواصفات مشرف السلامة أو مسؤولي السلامة بشكل عام مسألة الموثوقية. لا بد أن تكون شخصا موثوقا به، لا بد أن تكون كل الإجراءات التي تتخذها والمعلومات التي تقولها ذات مرجعية علمية موثوقة. لا بد أن تكون كل خططك وتقاريرك التي تقدمها لإدارتك العليا لا بد أن تكون مبنية على الحقائق ومبنية على معلومات علمية موثقة، لا أن تكون من وحي الخيال أو تكون معلومات لا سند لها ولا موثوقية. فالموثوقية شيء مهم جدا
يجب أن يتمتع به مشرف السلامة حتى يكسب ثقة مدراؤه ويكسب في نفس الوقت ثقة مرؤوسيه من المستويات الإدارية اللي أقل منه من العاملين في المشروع أو في مكان العمل. فهذه كانت بعض الصفات التي يجب أن يتمتع مشرف السلامة بالقدر المناسب والمعقول منها والذي ويطور على ما عنده من هذه الصفات حتى تساعده في أداء مهام عمله على الوجه الأكمل. بالتأكيد هنالك الكثير من المواصفات الأخرى التي ينبغي أن يتمتع مشرف السلامة بالقدر المناسب منها، ولكن لعله هذه أهمها، لعله هذه أهم المواصفات التي يجب أن يتمتع بها مسؤول السلامة حتى تسهل عليه عملية التواصل، تسهل عليه عملية التواصل، لا سيما أنه أكثر من 90% لعله من مهام مشرف السلامة هي مهام تواصلية، هي مهام تواصلية ومهام ميدانية مبنية في الأساس على الأخذ والرد مع العاملين ومع الإدارة في شكل أوامر وفي شكل تعليمات وفي شكل تقارير وفي شكل دراسات وشكل دورات تدريبية في شكل اجتماعات. فلب عمل مشرف السلامة هو عملية تواصل، لذلك كان لابد من أن يتمتع بكل ما يعينه ويساعد في إنجاح وإنجاز مهامه الجسيمة جدا ومهامه الجوهرية في إدارة السلامة والصحة المهنية، في مهام إدارة السلامة والصحة المهنية. إذا كان في أي سؤال يا شباب، في أي استفسار أو أي إضافة أو تجربة فيما يتعلق بما تكلمنا عنه من هذه المواصفات التي ينبغي أن يتمتع بها مشرفو السلامة، فالفرصة أمامكم للإضافة أو السؤال أو الاستفسار أو التعقيب. تفضلوا يا شباب، تسمعوني؟ هل صوتي واضح؟ نعم نعم واضح يا مهندس مهند. الله يحييك يا أحمد. ما عندي أي سؤال. أحمد، هل سمسل. هل بتشوف إنه في مواصفات إضافية يجب أن يتمتع بها مشرفو السلامة غير اللي ذكرناه ممكن تضيفه؟ الحين الثقة. الثقة تكلمنا عنها، للموثوقية. أنا عارف الموثوقية، الصدق يكون من ضمن الموثوقية. نعم، الموثوقية يدخل فيها المصداقية، نقصد المصداقية كذلك مع الموثوقية، لكن يمكن أن نضيف الثقة، إنه يجب إنه يكون عنده ثقة في نفسه كذلك تساعد في إنه مثلا ما يتردد، إنه إذا يبغى يطور من المنشأة أو من المحتوى أو بالضبط المبادرة. يمكن نقول إنه يكون مبادر، initiative، يكون شخص مبادر دائما ما يقترح كل ما هو جديد في التحسين والتطوير المستمر في المؤسسة. أيضا هذه واحدة من الصفات الموظف الفعال أو الموظف الناجح بشكل عمومي، إنه يكون مبادر، يكون شخص مبادر. شكرا لك. نشمي زي ما تقولوا أنتوا، نشمي. نعم، ونشط نحلة. كيف؟ أقول نشط نحلة زي النحلة يكون. نعم نعم، شكرا لك، يعطيك العافية. طيب، الله يحييك. إذا ما في إضافة على ما تقدم، نواصل ونكمل معوقات عملية الاتصال، نواصل ونكمل ما بدأناه من معوقات عملية الاتصال. إحنا كذا انتهينا من ما يتعلق بالأشياء الشخصية التي تعيق الاتصال، وتكلمنا بشكل موسع نوعا ما عن الصفات التي تساعد مسؤول السلامة أو مشرف السلامة في تجاوز العقبات الشخصية فيما يتعلق بعملية التواصل. من أهم أيضا المعوقات التي تقف سدا منيعا في كثير من المؤسسات في سبيل فعالية عملية الاتصال هي المعوقات التنظيمية، المعوقات التنظيمية. فعدم وجود هيكل تنظيمي واضح يوضح
من يتواصل مع من وكيف ومتى، هذه واحدة من مشاكل عملية التواصل في كثير من المنظمات والشركات والمنشآت. فأحياناً يكون عند مشرف السلامة مثلاً أو عند موظف ما معلومة يريد أن يوصلها أو بلاغ يريد أن يرفعه، ولكن لا يعرف ما هي الجهة أو من هي الجهة التي يجب أن تتلقى هذا البلاغ أو هذا التقرير، فيظل يتردد من هنا إلى هناك. وكل إدارة تقول إنه هذا ليس من اختصاصنا، وهذه تنقل إلى هذه، وذاك ينقل إلى ذاك، وتضيع في النهاية الحقيقة، ويفوت الأوان في سبيل التعامل مع هذه المعلومة. فلا بد أن تكون هنالك خطة واضحة للتواصل، زي ما شايفين أمامكم الآن، هذه خارطة توضح عملية التواصل والقنوات. على سبيل المثال في إدارة السلامة والصحة المهنية بجامعة جازان، مدير الجامعة لو ما شايف زي ما شايفين يعتبر في المنتصف في السنتر، في قناة تواصل مباشرة ما بينه وما بين مختلف الإدارات، لأنه إدارة السلامة زي ما أنتم عارفين بالتأكيد تتبع إلى الإدارة العامة بشكل مباشر. إدارة السلامة تتبع إلى الإدارة العامة بشكل مباشر. فموضوع الهيكل التنظيمي الواضح للتواصل مهم جدا حتى يعطي عملية التواصل فاعليتها ويحقق منها الهدف المرجو منها، وهو سرعة الاستجابة، خصوصا في مجالنا مجال السلامة هو مجال حساس جدا، والمعلومة فيه تعتمد أكثر ما تعتمد عليه على السرعة. فلما يكون في حالات إصابات أو حوادث في مكان ما، فالعامل الحاسم فيما يتعلق بالخسائر التي يمكن أن تنتج عن هذا الحادث بيكون الزمن، السرعة في الإبلاغ والسرعة في التدخل والسرعة في السيطرة. فلما يكون ما في خطة للتواصل واضحة وما في هيكل تنظيمي واضح يوضح عملية التواصل، سيضيع الزمن وتتضاعف الخسائر، وربما تذهب أرواح في هذه المسألة اللي هي مسألة عدم وجود هيكل تنظيمي يوضح عملية التواصل. أيضا من المعوقات المهمة جدا هي مسألة المعوقات البيئية. المعوقات البيئية واحدة من المعوقات الكبيرة جدا التي تعيق عملية التواصل. ففي كثير من الأحيان بيكون العمال العاملين في مشروع معين ليسوا من بيئة واحدة، مما يعيق عملية التواصل. اللغة التي يتحدثونها ليست لغة مشتركة، المفاهيم أو معاني الكلمات أو معاني الرموز أو الإشارات التي يتعاملون بها تكون مختلفة، وبالتالي يصعب عملية التواصل ما بين بعضهم البعض نتيجة لاختلاف البيئات التي أتوا منها. فمسألة البيئة مسألة مهمة جدا، يجب أن تولى اهتمام كبير جدا في عملية الاستيعاب العاملين في المشاريع المختلفة، بحيث أنه يفضل دائما أنه العاملين في مشروع معين أو في مكان معين يكون بقدر الإمكان في توافق كبير جدا فيما بينهم فيما يتعلق بالنواحي البيئية، حتى لا يشكل ذلك عائق لعملية التواصل. كذلك مسألة الألفاظ، في كثير من البيئات ربما كان بعض الألفاظ استخدامها له معاني معينة، ربما تكون معاني سيئة، ويختلف نفس اللفظ في التعامل عند بيئة أخرى، فلا بد من أن تكون هذه الأشياء واضحة بالنسبة لمدراء المشاريع ليتعاملوا معها في سبيل عدم خلق مشاكل بسبب هذه المعوقات البيئية في ما يتعلق بأهداف العمل. طيب، آخر شيء فيما يتعلق بمعوقات التواصل عندنا، هذا هو المخطط. دي كانت أغلب أو كل المعوقات حق التواصل اللي عندنا في الكتاب، اللي هي المعوقات الشخصية والمعوقات البيئية والمعوقات التنظيمية كذلك. هذا هو المخطط، نسترجعه، مخطط عملية التواصل المحتوي على العناصر الخمسة
عملية التواصل اللي هي المرسل والمستقبل والرسالة وقناة الاتصال والتغذية الراجعة. فالمعوق الأول الشخصي يمكن أن يكون في المرسل وفي المستقبل، والمعوق الثاني اللي هو معوق التنظيمي يمكن أن يكون وين؟ في قناة الاتصال. قناة الاتصال غير معرفة غير محددة. والمعوق الأخير اللي تكلمنا عنه المعوق البيئي، هذا يتناول المرسل والمستقبل والرسالة. فبيئة المرسل وبيئة المستقبل قد تؤثر على عملية التواصل وكذلك الرسالة نفسها. فبعض الرسائل أحيانا تكتسب بعض المعاني من البيئة حقت المرسل أو المستقبل. فلا بد من أنه نجعل كل عنصر من هذه العناصر خالي من أي معوق من معوقات الاتصال بقدر الإمكان، حتى نحقق الهدف من عملية التواصل ونحصل على الأثر الذي نريد أن نراه نتيجة عملية التواصل. هذا كان كل ما عندنا لهذه المحاضرة، محاضرة اليوم. إذا كان في أي سؤال أو إضافة أو استفسار فالفرصة مفتوحة أمامكم للتداخل. تفضلوا يا شباب، لا تنسوا أنكم تكتبوا أسماءكم على الدردشة، لا تنسوا كتابة أسماءكم على الدردشة. طيب، إذن إذا ما في سؤال أو استفسار أو إضافة نلتقي إن شاء الله في المحاضرة الثانية، حنسوي مراجعة خفيفة بإذن الله ما حنطول عليكم. نلتقي في المحاضرة القادمة الثانية، وإلى ذلك الوقت والحين أترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.